توجيهات مهمة في التحضير لمباراة التعليم من البداية إلى اجتياز الامتحان الشفوي، من إعداد الأستاذ إسماعيل مرجي، تقديم الأستاذ تاعكي محمد. الوثيقة الخامسة التي ينبغي التركيز عليها وهي الكتب التي ألفت في ديدكتيك التخصص. هنا نقصد الكتب أو المقالات التي ألفت في ديدكتيك التدريس أي مادة من المواد، أو ديدكتيك المواد المدرسة بالسكل الابتدائي، وخاصة إن كان مؤلفها أستاذا مكونا أو مفتشا تربويا أو أستاذا ممارسا باحثا، فهو يلخص لك من خلالها تجربته. وهذا النوع من الكتب قد يساعد المترشح وينبهه إلى بعض الأمور التي قد لا يجدها في الوثائق الرسمية، وإنما هي من وحي التجربة الواقعية التي مارسها هذا الأستاذ، وخاصة إن قصد بها أصحابها الإفهام. فهذا النوع من الكتب هي تحل لك مجموعة من الإشكالات التي قد تواجهها في التدريس وتواجهها المادة بشكل عام، وتقترح لك حلولا، وكل ذلك يساعد المترشح على تكوين يعني صورة عامة حول المادة وتحديات هذه المادة. الوثيقة السادسة يعني نماذج الامتحانات وتصحيحها. فبعض مترشح إنه آخر ما يطلعون عليه هو الامتحانات الماضية، إذ يعتقدون أن الاطلاع عليها قبل الاستعداد الجيد هذا فقط مجرد ضرب من ضياع الوقت، وهذا غير صحيح. فالاطلاع على نماذج من الامتحانات يقلص على المترشح الجهد والوقت من خلال تعرفه على ما يستهدف بالتقويم ومنهجية التعامل مع تلك الأسئلة، خاصة إن اطلع على الأجوبة الرسمية لتلك الامتحانات. وهناك مسألة في غاية الأهمية بخصوص ديدكتيك التخصص، وهي أنه لا نستغرب عندما نجد أسئلة لها علاقة بالكفايات ولها علاقة بالوضعية المشكلة وصياغة الأهداف التعليمية. ففي امتحان ديدكتيك التخصص مثلا، أو كما تسمى في الامتحانات بمنهجية تدريس وتقويم مادة معينة، هنا لا ينبغي أن نعتقد أن هناك فرق كبير بين علوم التربية وديدكتيك المادة. فعندما نقوم بذلك فنحن نحدث قطيعة في دماغنا قبل المراجعة. فالديدكتيك هو التطبيق الفعلي العملي للمواضع التي نوقشت في البيداغوجية أو في علوم التربية، لذلك لابد أن نعي أن هناك علاقة. فالإلمام بديدكتيك المادة يتوقف على مدى إلمامك بعلوم التربية، لأن الديدكتيك هو تطبيق عملي لعلوم التربية. فاعتماد الكفايات في التدريس والتدريس بالوضعية المشكلة وخصائص هذه الوضعية، مراحل إنجاز هذه الوضعية، كذلك صياغة الأهداف التعليمية وضوابط الأهداف ومراحل التقويم ووظائفه، كلها مواضع عامة نحاول أن ننزلها في تدريسية المادة بما يتوافق وما يتماشى مع خصوصيتها. ولعل هذه العملية، لعل هذه القطيعة التي يحدثها البعض بين ديدكتيك المادة وبين علوم التربية هو ما يجعل بعض المترشحين يجدون صعوبة كبيرة في فهم ديدكتيك المادة. وعلى العموم خلاصة القول، على المترشح أن يجمع بين الوثائق الخاصة بديدكتيك التخصص من التوجيهات ومنهاج المادة ومذكرات التقويم والأطر المرجعية ونماذج الامتحانات وبعض المقالات والكتب التي تناولت بعض قضايا ديدكتيك التخصص، أن يجمعها في ملف خاص بذلك ويراجعها بشكل عام. ثالثا، نتحدث الآن عن علوم التربية. بعد أن تحدثنا عن الديدكتيك الآن نتحدث عن علوم التربية أو ما يسمى بمستجدات نظام التربية والتكوين. هنا قد يجد المترشح هذا الاسم مستجدات نظام التربية والتكوين فيتبادر إلى ذهنه، أو يعتقد أنه سيمتحن فقط في بعض الأمور المستجدة مؤخرا، والأمر ليس كذلك. وتوصيف المبارة يقسم لنا أو ينقسم إلى مجالين رئيسيين. المجال الأول هو المستجدات البيداغوجية، والثاني هو مستجدات نظام التربية والتكوين.
ويمكن القول أنه ابتداء من اعتماد المغرب التدريس بالكفايات أو مع صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، هذه المدة كلها تعتبر من المستجدات. ولكي لا يأتيها المترشح في استعداده لمادة مستجدات نظام التربية والتكوين، هنا يمكن أن نوجهه إلى الأمور التالية. أولا، الانطلاق من توصيف المبادرة، وهذه نقطة أساسية نركز عليها جميعا. فننصح هذا المقبل على مبادرة التعليم أن ينطلق من توصيف المبادرة، لأنه عقد بين المترشح والوزارة، فيراجع كل محور على حدة بالاعتماد على عدة مصادر على حسب ما تيسر له، دون أن يظل أسير كتاب معين فيناقش ذلك المحور وكأنه يقوم بكتابة مقال فيه، ثم ينتقل إلى المحور الموالي وهكذا. ويستحسن الانطلاق من الوثائق الرسمية في معالجة هذه المحاور، فمثلا مراجعة مجال الفرعي المتعلق بالحياة المدرسية. ينطلق المترشح من دليل الحياة المدرسية الذي صدر سنة 2008، وفي مراجعته للمجال الفرعي من توصيف المبادرة اللي هو غايات نظام التربية والتكوين، يراجع في ذلك الميثاق الوطني، وكذلك يراجع في الرؤية الاستراتيجية، ويطلع كذلك فيه على القانون الإطار. فهذه الوثائق كلها تحدثت لنا عن هذه النقطة. ثانيا، الاطلاع على نماذج الامتحانات الماضية. اطلاع على نماذج الامتحانات الماضية وتصحيح هذه الامتحانات، فكما ذكرت هو في غاية الأهمية، لأنه يمكن المترشح من التعرف على طبيعة الأسئلة التي تطرح وترشده إلى ما ينبغي التركيز عليه، كما أيضا تكسبه منهجية التعامل مع الامتحانات. ثم ثالثا، أن يطلع المترشح أيضا على الوثائق التربوية الرسمية، فالمتتبع لامتحانات السنوات الماضية يلحظ ورود أسئلة بخصوص بعض الوثائق التربوية، بدءا بالميثاق الوطني وصولا إلى القانون الإطار. والجدول التالي يلخص لك بعض الأمور التي ينبغي التركيز عليها بخصوص هذه الوثائق. فهنا مثلا أنك تأخذ الوثيقة، تاريخ صدور هذه الوثيقة، الجهة التي أصدرت لك هذه الوثيقة ومهمة تلك الجهة، ثم ما هي الإضافة التي جاءت بها هذه الوثيقة، ما هي مكوناتها، عدد الفصول، المواد إلى غير ذلك، ثم علاقة هذه الوثيقة بباقي الوثائق. ومن الوثائق الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ثم كذلك القانون الإطار، وما تفرع عن ذلك من الوثائق كالكتاب الأبيض وغيرها من الوثائق. كما أيضا تطرح مجموعة من الأسئلة، هذه الأسئلة لها علاقة بالمجلس الأعلى للتعليم الذي يصدر تلك التقارير، من حيث اسمه، تاريخ تأسيسه، كذلك من هو رئيسه، وظيفته، تقاريره، تاريخ إصدارها، بعض الأمور قد تطرح مثل هذه الأسئلة. رابعا، الاستعانة ببعض الكتب والملخصات في مستجدات نظام التربية والتكوين، والتنبيه ليس هناك كتاب جامع مانع يجمع كل هذه الأمور علوم التربية، وإنما على المترشح أن يحاول أن ينوع من مصادره دون الاعتماد على كتاب معين واحد، لأن ذلك قد يفوت عليه بعض الأمور التي لم يذكرها صاحب الكتاب. من الجميل أن ينطلق الإنسان من كتاب معين ولكن لا يعتمد عليه فقط، وإنما يحاول أن يتوسع في تلك الأمور. ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض المترشحين أنهم قد يستمعون إلى تنويه بكتاب معين، أو يستمعون إلى العكس إلى قدح في كتاب معين، فيقتنعون بهذا الأمر اقتناعا تاما، فيوجهون غيرهم إلى ذلك فيضلون ويضلون. ومن الكتب والملخصات المفيدة لمراجعة مستجدات نظام التربية والتكوين مثلا كتاب